عبد الرزاق لابس كانك حاضر باش تاخذ لونتين. لا انا مش تاخذ، انا من من لبست هكا الخطر فما احتفال في قناه حنبعل، ولا راني جيت كراسي مفرعس ولبست. لا لا عمرك ما تجي راسك مفرعس بالحق والله. لا باش نعطيك حاجه، انا ما نعطيك خبر عاجل معناتها ما يعرفوا حتى حد. انا مرضت هادي من عاش كان شفتوا الحلقات الاخرى نتاع نتاع ديمونش حنبعل، تلقوني ضعفت برشا. الضعف هذاك نتيجه مرضت بالكورونا، خذيت كورونا اما ما سمعها حتى حد. تعرف شو صار لي هادي؟ هادي شعري طاح الكل. لا اللي انا شعري اهم حاجه فيا. وما عادش نخرج من الدار، وقعدت شهر ونص وانا نعالج يا هادي. هذا بعد ما بريت من الكورونا بدا شعري يطيح كل صباح، نقوم نلقى الشعر في المخده. تفجعت فجعة بالله العظيم يا هادي، بالله 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 نجم نقول لك أكبر فجعة في حياتي. قلت يا عبد الرزاق أنت راس مالك، أنت خايب ووجهك خايب وبدنك خايب، وأنت إذا فما حاجة باهية فيك هي شعرك منعتك. معناتها قلت إذا شعري طاح سي زهير القنبري باش يطردني، يستحيل قناة حنبعل ترجعني. يا ربي كيفاش باش نرجع نخدم أنا في سبتمبر راجع، وقتها نسخايب روحي في سبتمبر راجع. حسيت مشيت للطبيب نتاع جلدة وأشياء وشعر ودرا شنو درا شنو، خذيت أدوية الحمد لله بدأ يتعافى، اكثر فيه ناقص شوية ولكن بدأ يتعافى وبدا يرجع. ناقص شوية لبس علي أول حاجة. ثاني حاجة ماهوش أحلى ما فيك شعرك راهو نختلف معاك. أيوة. وثالث حاجة راهو مكش خايب بوغوز. شوي 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 شوي. ومن لا يعرف عبد الرزاق الشابي اسألوا شوارع لفايات. يا حسرة عاد تحكي لكم على دون جوان. لا تبدلنا عاد. لا تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. كل شيء تعال.